أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي، يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبناء فاطم روح القدس عبدكم، وثابت حول عرش الله اسمكم. أقول والقلب لا يهديه غيركم، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. المصطفى خير خلق الله جدكم، والمرتضى والد، والطهر أمكم. وبعد ذكر إله الخلق ذكركم، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هدية إلى روح سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. البحث في رحاب هذه الآيات المباركة، أول سورة البقرة، بحث مفصل، وأحاول أن بمقدار ما تسنح لي الفرصة أبحث حول هذه الآيات المباركة مع مقدمة علمية وجيزة. أستاذن من الأساتذة في المجلس، في الفلسفة
هناك نظريتان، نظرية أصالة الروح ونظرية أصالة الجسم المادي. أصحاب نظرية أصالة الجسم يقولون بأن الإنسان يعيش مع هاي الحواس الخمسة، يعني ما كان وراء الحواس الخمسة لا يعترفون بذلك. هذه كانت من القديم، وأخيرا هم هذا الفيلسوف الفرنسي المعروف في المذهب الوجودي يقول أنا أعتقد بما أراه وما أسمعه وما أذوقه، لا أعتقد بالقضاء القضايا الماورائية. أشوف أسس مدرسة أو مكتب الإكزيستانسياليسم وجماعهم تبعوه، وإلى الآن جماعة من أصحاب المكاتب المادية مثل الشيوعيين هذول البعثيين كمكتب مادي علمي هذول يتبعون نظرية أصالة الجسم. ماكو عقيدة بالآخرة ولا عنده عقيدة بالماوراء بالميتافيزيقية، ما عندهم عقيدة. يقول ما تراه عينك هو الصحيح أصالة الجسم. إذن انكرس حياتنا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلونا في هذه الدنيا إحنا أيام 50 سنة 70 سنة نتونس، بعدين نموت، بعدين نصير تراب، كل شيء ينتهي. هاي نظرية. مع الأسف الشديد بعض الأديان الإلهية أيضا اتبعوا هاي النظريات علماءهم. أنا قعدت ويا واحد من كبار علماء اليهود في خارج البلاد الإسلامية، صار حديث أنه ليش أنتم اليهود اللي تظلمون العالم، ماكو عقيدة بالآخر؟ قال لا إحنا ما عندنا عقيدة بالآخر. قلت له زين تعاليم موسى عليه السلام؟ قال موسى علمنا شلون تعيش بالحياة، ما قال لنا موت وراكم آخر وهذا، ما عندنا إحنا. هذا حاخام كان، مو إنسان عادي. يعني عقيدتهم أنهم الآن إذا تشوفون إسرائيل تظلم لعنة الله عليهم أجمعين، اليهود الصهاينة، ما عندهم عقيدة بالآخرة، بل عقيدتهم عقيدة مادية صرفة. يقول حصل المال من أينما يمكن. الآن أكثر مراكز الفاحشة بالعالم مال اليهود، أكثر مراكز الفساد في العالم مال اليهود. المهم عند تحصيل المال ولو بقتل الأبرياء، مع تفصيل ما علينا. إذن هذول اليهودية احنا نعترف بدين موسى عليه السلام كدين إلهي، ولكن بدلوا هذا الدين إلى دين مادي، وتأسيس بلدهم تأسيس قام على الدم والظلم، وإلى الآن إن شاء الله الله يهلكهم. ولكن الناس ما أكو عندهم عقيدة بالآخرة. هاي أصالة الجسم مع تفصيلنا، لا نختصر وأنا في المقدمة. الرأي الثاني مذهب أو مكتب أصالة الروح، يقول إحنا عايشين في الدنيا بالروحانيات، الإنسان بالعلاقات الاجتماعية يعيش، فما كان بالحواس الخمس هذا صحيح ماديا، ولكن هناك أشياء تعرف بالماورائيات، مثلا احترام الوالدين. احترام الوالدين له أثر موجب في حياة الإنسان، خدمة الناس إلى أثر موجب في حياة الإنسان، وعشرات بالمئات الأمثلة يمثلون أنه الروح تلتذ. هنا احنا عندنا أولا في الدعاء عن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام يقول أعوذ بالله من ذنوب ذهبت لذاتها. شوف المكتب المادي يعتقد أنه التذ في هذه الدنيا، زين منو اللي التذ في هذه الدنيا وظلت اللذوية؟ يعني هذول اللي التذوا من مجالس القمار، الرقص، الفسق، الفجور، القتل، قتل البشر. صدام كان يلتذ من قتل البشر، يلتذ. وين راحوا هذول؟ خلص انتهى، اللذة مؤقتة. أعوذ بالله من ذنوب ذهبت لذاتها. الآن هذول أهل المعاصي يذكر الباحة شو، يذكر السنة الماضية شو، انتهى. مجالس المجون والفسوق وما أكثرها بالعالم تنتهي مؤقتة. احنا المؤمنين نعتقد بلذات الآخرة لأنها غير مؤقتة دائمة، إلى أكلها دائم وظلها.
احنا نعتقد بدوام لذائذ الآخرة، ولذلك نعيش لأجل الآخرة، ولذلك نحاول نوصل للآخرة. الآخرة نعيم مقيم، نعيم دائم ما ينقطع. الدنيا تنقطع، مو تنقطع مع الموت، قبل الموت. الآن قلت دعاء أمير المؤمنين عليه السلام: ذهبت لذاتها بقيت تبعاتها. عندنا أيضا في المتون الروائية والأدعية كثير من هاي المواقع اللي ذي الأئمة عليهم السلام يأكدون بمسألة الروح والجسم. إيه صحيح، الإنسان جسمه لازم يلتذ لبدنك عليك، حتى الإمام يقول، أما مو كل بدن وكل مادة، أكو أشياء ما وراء المادة. مثلا قضية الإيثار، الإسلام يأكد على قضية الإيثار. عندك لقمة، أكو واحد جائع، لا تشبع، انطي نص لقمتك لهذاك الجائع. بيدك قلاص مي، اكو واحد عطشان، لا تفضل نفسك على الاخرين، فضل ذاك على نفسك. هذا ايثار، هاي من الاخلاق الطيبه. الاخلاق تسير على مذهب اصاله الروح، اصاله الماده، عفوا اصاله المعنى. الانسان الذي يهتم بالروحانيات والاديان الالهيه، هكذا الاديان الالهيه تهتم بالجسم، خلينا نقول 10%، تهتم بالروح. شوف هاي رواية من الإمام الحسن المجتبى روحي له الفداء. الإمام عليه السلام يقول: عجبت لمن يفكر في مأكوله. الآن كلكم تفكرون اليوم شنو راك ناكل سحور، وباكر شنو ناكل إفطار، والأكل اللي ناكله لا يكون ملوث، لا يكون بميكروب، لا يكون كذا، لا يكون مسموم. صحيح. الإمام يقول: أنا أتعجب، الناس كلهم يفكرون في المأكول، عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله. غذاء العقل، غذاء الفكر، هذه الأصالة الروح. ليش ما يفكر؟ فيجنب بطنه ما يرديه، يرديه يعني يقتله. إذا فرد شيء قاتل، سم، مضر، معفن، ما تاكله، يجنب بطنه ما يرديه. ولا يجنب عقله ما يغويه، ولكن الشيء الذي يفسد العقل هذا مو مهم عنده، هذا مو مهم عنده. يا عمي عقلك، يا عمي دينك، يا عمي تقواك، ما يهتم. احنا اكثرنا الان نهتم باولادنا، شنو ملبسهم، ماكلهم، مشربهم، مدرستهم. قليل ابي يفكر في حياه المعنى لولده، في دين ابنه، في دين بنته. بنتي انا ربيتها، دين هو تقواه هو. ابني ربيته، صرفت عليه، إيه راح للمدرسة حصل شهادة، دينه وين؟ هنيالك أنت المؤمن الذي تربي لك ولد مؤمن. هذا اللي رسول الله يقول: ما مات من مات وخلف إحدى ثلاث ولد صالح يستغفر لأبويه. رحم الله والديكم أنتم المؤمنين، وآخر المجلس تقول لأبواتكم الفاتحة، تقروا لفاتحة لأبوكم لأمكم. أعزائي، سأبتعد عن حديثي، حديث طيب هنا أنا، ولكن وقت ضيق، والليلة الأخيرة باش بالليل إن شاء الله نختم المجلس مع الأحياء. على السريع أذكر قضايا. شوفوا إخواني، هاي كلمة اللي موجودة بالعراق كثير: رحم الله والديك. تدرون شلون أثر بيها؟ يعني أنت ربما تقدم للواحد قلاص مي يقول رحم الله والديك، تعطيه شاي يقول رحم الله، هاي طبيعي كلنا هالشكل. هذا رحم الله والديك. برواية أنا أقرأها على السريع، أكو رواية أن سليمان عليه السلام خرج مع قومه لصلاة المطر، جد كان عندهم أمطار ما نزلت، فراحوا للصحراء حتى يطلبون من الله سبحانه وتعالى صلاة الاستسقاء بشروط خاصة، وحقيقة يفرقون بين الأمهات والأطفال، يخلقون بين الحيوانات وبين صغارها، حتى يكون في حالة من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتخضعون، وإمام الجماعة يصلي ركعتين مع تفصيل. زين، سليمان عليه السلام خرج لصلاة المطر، صلاة الاستسقاء. بالطريق سليمان يعرف لغة الحيوانات بنص القرآن، قال: ارجعوا فلقد أمطرتم، ارجعوا راح ينزل عليكم المطر. قالوا: كيف يا نبي الله ولم نصل لصلاة الاستسقاء؟ قال: سمعت نملة، هذه النملة كانت مسترقية على ظهرها وتقول: ربنا لا تؤاخذنا بذنوب بني آدم، اللهم أغثنا. شنو الله؟ بس الله رب البشر؟ هاي النملة ما لها إحساس؟ لها إحساس. مو سليمان قال هاي النملة الله استجاب دعاها. لا تستصغر أعزائي، عندنا بالروايات
بعض الأوقات قشور الفواكه مالكم انتم للحيوانات، خلي الحيوان يأكل، قول إلهي ثوابه ليروح أمواتي، مؤثر هذا الحيوان، إلى إحساس، إلى مشاعر. حاول أن زائد الطعام ببيتك تعطي لي حيوان، ولو أجلكم الله كلب، إعظام بيتك، إعظام اللي يزود بالطعام، اعطي لي الكلب خلي يأكل، هذا يدعي لك إلى آثار قصص بالمآتق هنا في تراثنا، أنه كيف دعاء نملة، دعاء كلب استجيب، مع تفاصيل ما علينا. واحد من أولياء الله، كلامي على كلمة رحمة الله والديك، هذا كان يروح ليالي الجمعة إلى المقبرة إلى الوادي يأخذ عبرة، مو كل واحد يخاف، كان بالليل ينام هناك، يأخذ عبرة من هذول الأموات، هذول إنهم أمم كأممكم، هذول كانوا يوم من الأيام الإمام زين العابدين عليه السلام يقول فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود. حقيقة الإنسان يروح للمقبرة يشوف ذولا كلهم نائمين على صوب القبلة، بيهم الطبيب، بيهم المهندس، بيهم أستاذ الجامعة، بيهم الفقير، بيهم العامل، بيهم البنا، بيهم كل شيء، بيهم كل شيء، بيهم عجيب. يأخذ عبرة هذا المؤمن. ليلة من ليالي الجمعة انكشف أمام الغطاء، يعني عالم الشهود، يقولون الكشف والشهود، هسه راح أتكلم ويا حول حالم الشهود، الغبار يأخذني ما أقدر أتكلم براحتي. ففي عالم المكاشفة شاف كل الأموات، كل واحد ليلة الجمعة، وهذا واقع رواية عندنا، كل ميت الله يرحم أمواتكم طالع على قبره، قاعد يم قبره وقدامه سفرة، واحد عنده 20 نوع أكل، واحد عنده 12 نوع أكل، واحد عنده 5 أنواع أكل، واحد عنده نوع واحد أكل، إجي يمر عليهم، شاف فرد حجي من تجار البلد يعرفه توه ميت، شاف هذا الحج قاعد منزل راسه، كل شيء ما عنده، عنده سفرة خالية ما بيها ولا لقمة خبز. حجي سلام عليكم، عليكم السلام. حجي أشوف الأموات كلهم عندهم، أنت ما عندك، شنو القضية؟ الله شو مقسم؟ قال عيني مو الله مقسم، هذول اللي تشوف كل واحد عنده سفرة هذول أولادهم الباقين منهم، هذول يذكرون ميتهم، أكو واحد 20 ولد وحفيد وبنية عنده، هذول كل واحد يقضي فاتح على روح أبوه، 20 نوع أكل عنده، هاي الفواتح تنقلب إلى نور. أكو واحد عنده نوعين، ابن قراره بس فاتح وبنت قرأت لفاتح، أكو واحد عنده ما شاء الله أهل سفرة فرشولة سفرة موكب أكلوا، هذا خيرا. قال زين أنت ليش ما عندك شيء؟ قال أنا مع الأسف عندي ولد واحد ما يفكر بأبوه، هالليلة الجمعة ابني حتى فاتحة ما قرأ لي. اتأثر هذا الرجل الحي، بكرة اجي يعرف الولد، يعرف أبوه، شاف الولد قاعد على نهر مي دا يغترف المي يغسل وجهه، قال له يا ولد يا فلان، البارح بالليل أنا شفت أبوك في عالم المكاشفة، أبوك كان متأذي، يقول كل الأموات عنده، أنت البارح ليلة الجمعة يا ناس يا مؤمنين يا مؤمنات أذكر أمواتكم فاتحة، فت صلوات، فت ذكر، فت سبحان الله، ابعثنا فت شي، فت نور إلى قبره. هذا الولد هسه إما قاصد أو مو قاصد ما أدري، القلوب بيد الله، مد إيده شال غرفة من المي وشمرها على التراب، قال هاي على روح أبوي. هذا المؤمن يتعجب، هذا الولد يعني بخيل ما حاضر حتى لقمة خبز للفقير على روح أبوه. بالليل مرة ثانية شاف ذاك الميت، قال له رحم الله والديك. منو قال؟ الميت قال للحي، قال له خير؟ قال أنت رحت لابني، ابني كان على النهر، أنت لما قلت لأبوك مد إيده شال شوية مي شمر على، لما شمرها على التراب كان أكو نملة عطشانة في أشعة الشمس، هاي النملة شربت المي، قالت رحم الله والديك. أنا حصلت عزيزي، إذا نملة تقول رحم الله والديك، الميت مالك الوالديك يحصلون، فكيف إذا إنسان، إذا إنسان محتاج أنت مشيت لشغلتك بأي وسيلة. أعزائي أصحاب الدوائر، يلي عندكم قدرة إمكانية بخدمة الناس لله، شيء الناس يقولون رحم الله والديك. قال رسول الله ومن الناس من يستسب لوالديه، عاق، أكو واحد يسوي شيء الناس يقولون لعنة على والديك، ألف لعنة على والديك يا صدام.
هذا اللي يظلم الناس يقول لعن الله والديك، لنكون من هذا النوع. سوي شيء ناس خير، رحم الله والديك. رجال شايب عينه ما تشوف، شيل قندرته خلي قدامه، اجل لكم الله حداء، خلي يقول رحم الله والديك. عمي تحصل، ابوكم يحصل، امك بتحصل. زين، ابتعد عن حديثي. اذا مذهبان مدرستان، مدرسة إصالة الروح ومدرسة إصالة الجسم، هاي كمقدمة. نجي إلى القرآن. الله سبحانه وتعالى يذكر في السورة الآية الثانية من سورة البقرة ذلك الكتاب، هاي إشارة إلى البعيد. بالأدب العربي الإشارة إلى البعيد تنطي معنى التفخيم. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول تلك آياتك، تلك ما يقول هذه، لا، أنت بيدك القرآن، لازم يقول نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وهذا الكتاب، لا، ذلك الكتاب القرآن لا ريب فيه، شك ما فيه. ليش شك ما فيه؟ هدى للمتقين. نجي إلى كلمة هدى. هدى يعني الهداية، القرآن كتاب هداية. الهداية تنقسم إلى قسمين، الهداية التكوينية والهداية التشريعية. الهداية التكوينية إخواني هي هيمنة الله على نظام الكون بكل ذراتها، حتى الذرة. يا بني إنها إن تك مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أو تقرون كل يوم في صلاة الخفين، مستحب مؤكد هذه الصلاة، صلوها بين المغرب والعشاء، ثوابها عظيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة، الآن ورقة في غابات الأمازون سقطت من الله اللي يشوفه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، الله، ولا رطب، شوية رطوبة أكو 5 أمتار تحت الأرض، الله يدر بيها، ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الهيمنة الإلهية على نظام الكون، اللي إذا تذكرون الأخوة اللي تشرفت بخدمته أول ليلة، قلنا بأن هاي الهيمنة الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الهيمنة بيد أوليائه الصالحين، بيد رسول الله، بيد أوصياء رسول الله. الآن إحنا نعتقد الشيعة أن إمامنا، شوف في دعاء الندبة تقرون عقب باكر الصبح، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ القرآن يقول ولقد وصلنا لهم القول. المذهب الوحيد، وأتحدى المذهب الوحيد بالعالم بين المدارس والأديان والمكاتب والمذاهب اللي يعتقد احنا ما انقطعنا عن السماء هو مذهب الشيعة. الشيعة يعتقدون احنا ما انقطعنا من السماء، باقي المذاهب يقولون لا انقطعنا خلص. ابو حنيفة امام، كان امام، مذهب مات خلص، ماكو بعد من وراء. احنا نعتقد لا، الامام العسكري سلام الله عليه مات وما خلص، موجود. الآن عندنا إمام يرتبط بيننا وبين السماء. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إذن إمامنا هو الإمام الذي نقول في زيارته السلام عليك يا عين الله في خلقه وحجته على عباده. الإمام عليه السلام عين الله، يعني كما أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا رطب من ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللي الكتاب المبين علماء يقولون هو الإمام المبين. الإمام المبين عنده جميعها بإذن الله، ما أقول لك دارس في جامعة، بإذن الله يعلم. الآن كما يقول عيسى عليه السلام في الآية المباركة وأخبركم، أعطيكم الخبر بما تدخرون في بيوتكم. منو الآن يدري بيت واحد شم كيلو تمن أكو يابس؟ حميد بثلاث شكل شكل الآن أكو فواكه، ما أدري، أنت تدري. عيسى يقول أنا أقول لك بثلاثك شم تفاحة أكو، ببيتك شم غرام عندك مثلا ملح مثلا، ها، تدخرون في بيوتكم بإذن الله. بإذن الله احنا ما نقول عيسى الله، ناس قالوا بألوهية عيسى، احنا ما نعتقد عيسى عبد من عباد الله، ولكن ما يعلمه بإذن الله. علي بن أبي طالب عبد من عباد الله، عبد رسول الله سيد الأولين والآخرين، واجب شرعي على فرد فرد من عندكم انتم المؤمنين كل يوم تقول وأشهد أن محمدا عبده بعدين ورسوله. اللهم صل على محمد، هو عبد الله الكامل. إذن شوفوا إخواني، الهداية تارة تكون تكوينية. الهداية التكوينية اللي موسى عليه السلام في سورة طه مقابل فرعون قال ربنا الذي أعطى خلقه
حتى الخلائق اللي ما تنشاب بالعين، يعني الميكروب ما ينشاب بالعين، كائن حي ما ينشاب بالعين، الجرثوم ما حتى هذني. الله أعطى خلقه، يعني ما خلق كل شيء، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، وبعد ثم هدى. هاي ثم هدى بها محاضرات، بها كلام. هنا الهداية التكوينية، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاك غريزة اسمها غريزة العطش. تعطش أنت إنسان محدود زين، تعطش وعلمك شلون تروح وراء المي، شلون ترفع العطش. الله أعطاك غريزة اسمها غريزة الطعام، الأكل، الجوع. الله أعطاك هاي الغريزة وعلمك شلون تروح وراء لقمة الحلال، شلون تأكل وإلى آخره. هذا الطفل من بدء ولادته الله علم الطفل الرضيع، الآن ساعة صار لما مولود، خلي صبعك راح يمص صبعك. هذا إذا ما يعرف كيفية المص يموت. الله علم هذا الطفل شيء اسمه مص، زين ليش؟ حتى ياخذ صدر أمه يرتضع الحليب. هسه صدر أمه ما عاد حليب، يخلون هذا المنبب حليب. ليش؟ الطفل أعطاه الله هاي القدرة، ما حد ما معلمه بالفطرة. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية التكوينية مع تفصيل. وقت دا يضيع، يعني دا ينتهي الوقت، نجي إلى القسم الثاني. ثم هدى شرعية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا الكتاب هدى، يعني هداية تكوينية وتشريعية. هدى الهداية التشريعية التي نزلت على لسان الأنبياء المعروف 124 ألف نبي. المرحوم الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتاب الاختصاص يقول الله بعث 319 ألف نبي، مو 120. على كل هذول الأنبياء وهم بالألوف، هذول جاءوا من قبل الله لهداية البشر. هداية شنو؟ هداية تكوينية وهداية تشريعية. هداية تكوينية يعلمون كيفية الحياة. يا عمي أنت إنسان، أنت لازم تصير مع الطبيعة، أنت ابن الطبيعة. وهداية تشريعية بالأنبياء والكتب السماوية، أجت قوانين، هذه القوانين نظمت حياة الإنسان. الله ما حسبتم أنما خلقناكم عبثا، قوت خلقكم وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، الله ما خلقنا عبث، خلقنا وجاب لنا قوانين، جاب لنا روايات، جاب لنا أمور ترتبط واحد بالثاني. يجوز للإنسان يتزوج مع أخته من الرضاعة؟ لا، حرام. منو قال حرام؟ الله. هذا قانون تشريعي، الله سبحانه وتعالى جعل تشريع قانون. لا يجوز الزواج، كمثال أقول، بالأخت الرضاعية. قانون شرعي، هذا مو بس قانون شرعي، قانون عقلي وقانون تكويني مع تفصيل الآن علماء يذكرون حوله. إذن النظام التشريعي هو نظام القانون الإلهي. وبكل صراحة أقول لكم إخواني، قانون البشر ما يتمكن أن يقف مقابل قانون الله. إنما أجوا جماعة، هنا ناس انقسموا إلى قسمين، ناس كانوا يخافون من الله، اللي القرآن يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مو هدى للمعاندين. البشر ينقسمون قسمين، أكو بشر متقي يخاف من الله، اللي يخاف من الله القرآن يهديه هدى للمتقين، اللي ما يخاف من الله المعاند، معاند ما يخاف من الله، يسوي يظلم. ليش يظلم؟ لأن أكو أهواء، لأن أكو مصالح. يعني ليش عموما الملوك يظلمون؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل. ليش؟ لأن يريد يحكم على الناس، يحكم على الناس لمن يكون الناس جهلاء. غير ممكن واحد يحكم على العلماء بقانون الظلم وبقانون الاستبداد، ما يصير. لما صار إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه، لما الناس عوام، لما الناس يكونون ما يفتهمون، إيه يقدر يركب على الحكم ويقدر يعيش عليهم، يطلع صدام رجال لا علم لا فهم، الله وكيله. هذا يصير نعم المهيب الركن، قائد الأمة العربية بعد، مو بس قائد العراق. ليش؟ جهل؟ لا، فلوس، مادة، عنده مادة ينفق مادة. الآن هذول اللي يدافعون عن صدام في كثير من البلاد العربية، هذول كان عندهم مصالح دنيوية من وراء، شيء طبيعي. اللي عنده مصلحة دنيا ويركض وراء مصلحة الدنيا. إخواني، ليش الناس اتبعوا معاوية؟ معاوية رجل كتبهم تقول كان ابن حرام، كم أبو عنده، أمه كانت من ذوات الأعلام، جدته كانت من ذوات الأعلام، أم جدته كانت من ذوات الأعلام، زين ليش اتبعوا إلى الآن؟ مصلحة.
لأن إذا قال هاي كلمة أذكرها، أمير المؤمنين عليه السلام في القضية المعروفة مقابل عمرو بن عبد الود العامري، قال لعمرو بن عبد الود أنا عندي منك تقول لي يطلبني ثلاث حاجات أنا أقضيها. الحاجة الأولى اشهد أن لا إله إلا الله. دققوا، عمرو كافر بس بهالقضية كان تصور موقف الشريف شنو قال؟ قال يا علي أما هذه كلمة لا إله إلا الله فهي أثقل علي من حبل جبال الأرض. لو أقول لا إله إلا الله أثقل علي من الجبال. ليش؟ لأن لا إله إلا الله يعني مع العرق لا تشرب، زنا لا تزني، أغنية لا تسمع، حرام لا تأكل، ما أقدر، عندي مصالح الإنسان. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام قال كلمة لا إله إلا الله ولكن بشروطها. صدام لما رادوا يعدموا إلى جهنم وبئس المصير قال لا إله إلا الله، هذا اللي طول عمره قال آمنت بالبعث ربا، هنا صار لا إله إلا الله هي مصلحة. إيه فرعون، فرعون وقت موته قال لا إله إلا الله آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن من يقول لا إله ولكن بشروطها؟ الإمام الرضا، وأنا من شروطها. شرط لا إله إلا الله أن تعرف من هو إمام زمانك. يا عمي أجمعت الأمة من الشيعة والسنة أن رسول الله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. موت ويا موت أبي جهل واحد. الآن أسأله أي واحد من إخواننا السنة قوله من إمام زمانك اللي أذكر كان في الوقت بسوريا صار حد شوية واحد أيام ملك الأردن قال إمامي ملك حسين. ملك حسين إمام؟ هي ليلة أول قبرك تمن يقولوا لك من إمام ممكن تقول ملك حسين. هذاك الثاني قال القذافي، القذافي قاتل رجال ظالم، تقول القذافي إمامي؟ وجماعة كان بالعراق يقولون صدام، صدام ولي شنو؟ ولي الأمر، إطاعة ولي الأمر واجب. ولي الأمر اللي القرآن يقول ولي الأمر اللي مرتبط بالله، صاحب الأمر هو الإمام اللي يأتي منصوب من قبل الله، مو كل واحد. لا إله إلا الله بشروط، مو بس لقلقة لسان. زين، إذن اللي يموت ليس عليه بيعة، ما يعرف من هو. أنت الآن تعال أي إنسان يقول لك أنا شيعي، يكون عوام يكون عامل يكون عالم يكون جنسيته هندي عراقي، يقول له من رأسه؟ يقول لي خليه يده على رأسه، يقول الإمام الثاني عشر الحجة المهدي سلام الله عليه، يعرفون إمام زمانه. اسأل من باقي المذاهب منو إمام زمانك، يتوقف. لا يقول لك رئيسهم منو، ملكهم منو، ذاك ولي الأمر ويعبدون ملك، يعني يطيعون ملك ولي الأمر. وهاي المشكلة اللي صارت إخواني، أنا مع ضيق الوقت الآن مصادر من واي جايب وياي. لما معاوية عين من بعد ابنه بإجماع المسلمين ولد ابنه كان يزيد خمار مدمن خمر، اكو واحد خمار بعض الوقات يشرب، يزيد على طول كان مدمن يترنح سكران. زين، هذا معاوية نعوذ بالله نصبه نائب الله على الأرض إمام الأمة الإسلامية، طبيعي حتى ربع سألوا أوله عبد الرحمن بن أبي بكر، قال يا معاوية مو إلى هالدرجة، أمر بقتل عبد الرحمن بن أبي بكر. أبو بكر عنده ولد ثاني، الولد يعني الشريف هو محمد بن أبي بكر، محمد من ذري يعني من نسل أبي بكر، ولكن تربية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ابن علي بن أبي طالب، قتله وقتل عبد الرحمن أخوه. عائشة قامت جاءت إلى المدينة وهناك اعترضت على عثمان، على عفوا معاوية، فأمر بقتلها. أنا أعطيتكم كلام أجيب المصادر، طبعا أدر بالفضاء المجازي هواية حكوا علي بعضهم، ولكن قالوا ما عنده مصادر، هاي مصادر، أنكروا المصادر كيفكم، نحن أبناء الدليل حيثما مالنا ميل. يا عمي أنا ما عندي كلام، أنا والمصدر. المصدر الأول كتاب البداية والنهاية، البداية والنهاية تأليف الحافظ، الحافظ العلماء السنة يقولون حافظ لرجل الذي حافظ 100,000 رواية، هذا يقولون حافظ. الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي ابن كثير أو ابن كثير ما علينا، هذا الرجل من أعداء الشيعة خلي يكون واضح، لأنه مو شيعي هو وحده. هذا الرجل في كتابه يقول الجزء الثامن، الآن صوتي ده يسجل، صفحة 123، يقول معاوية قتل عبد الرحمن بالسم، سممه وقتله. المصدر الثاني
المستدرك الحاكم النيشابوري أيضا من عظام علماء السنة. المستدرك على الصحيحين يقول: عائشة ثارت على معاوية لقتله أخاها عبد الرحمن، وتخاصمت مع مروان واليه والي معاوية على المدينة، فألحقها بأخويها عبد الرحمن ومحمد في سنة 58 هجرية. اللي ينكر عليه خلي ينكر على الحاكم، خلي ينكر على ابن كثير العدولي الشيعة. المصدر الثالث أيضا البداية والنهاية الجزء الثامن صفحة 96 يقول: بأن عائشة وعبد الرحمن بن أبي بكر ماتا في سنة واحدة، وماتت عائشة وعمرها 67 سنة، وكان معاوية على المنبر يأخذ البيعة ليزيد، وقالت له عائشة: هل استدعى الشيوخ لبنيهم البيعة؟ يعني أبو بكر طلب لابن البيعة، عمر طلب لابن البيعة، عثمان طلب لابن، إيش معنى أنت؟ هل استدعى الشيوخ اللي كانوا قبلك لبنيهم البيعة؟ فقال معاوية: لا. قالت عائشة: فبمن تقتدي؟ أنت إما تدفع دينك شنو أنت؟ فبمن تقتدي؟ فخجل معاوية وهيأ لها حفرة، نعم، فوقعت فيها وماتت. ماتت بالحفرة اللي وضحت لكم قبل شملية، شلون ماتت بالحفرة؟ زين، هذا من يقول؟ هذا يقول أكبر علماء السنة. بعد طبعا مصادر هواية، أنا على السريع قلت أقول لكم. الطبقات الكبرى: محمد ابن أبي سعد من عظام علماء السنة، عنده كتاب الطبقات مجلدات، راجع هناك، موجود بالمكتبات موجود. الطبقات محمد بن سعيد ابن سعد يقول صفحة 8 جزء 77 عفوا جزء 8 صفحة 77 يقول: وقتل معاوية عائشة بحفر بئر لها، وغطى، يعني الخيانة غدر، وغطى فتحة البئر عن الأنظار، قتلها بالبئر. حبيب السير كتاب من أكبر علماء السنة لغياث الدين الحسين الحنفي صفحة 425 هناك أيضا يقول بأن معاوية قتل عائشة. زين، بس هاي بعض المصادر، ما أخذ وقتكم. إذن لا يقولون ماكو مصدر، عزيزي إحنا نحكي مع المصدر. إذا هم نقول إن شاء الله أنا أعرف نفس لله، أحكي الله يرحمه، واحد من الناس اللي له حق على مدينة كربلاء، المرحوم المهندس عبير رحمة الله عليه، رضوان الله عليه. هذا الرجل كان رئيس بلدية كربلاء، قليل برئيس رئاسة بلدية كربلاء. شايف مثل هذا الرجل قبل سنتين هنا كان عندي مجلس، دخل المجلس بدون ما يكون وياه تشريفات وحماية، لا والله أقولها لله، إجي قعد بالوسط. واحد من الشباب هذا سيد حسين قام انطاه مكانه، قال لا، قال له أقول على الكرسي، قال لا لا لا، مجلس الحسين أقول على الكرسي. ونفس السنة راح إلى جنات النعيم. الطيب يذكر إخواني، الإنسان الذي خدم يذكر، ما ننكر إحنا الفضل. الرجل خدم كربلاء رحمة الله عليه، وقتل مظلوما رضوان الله عليه. إحنا أبناء الدليل يا جماعة، إذا واحد يجي عنده دليل تفضل، مو أنا أقول، منو معلمني؟ سيدي ومولاي الإمام الهادي روح له الفداء. كلكم قارين وإن شاء الله تقون، خصوصا لرحلة الحرم، اقروا زيارة الجامع الكبيرة، هاي وصية الإمام الحج روحي له الفداء. الإمام وصى على زيارة الجامع الكبيرة. زين، هناك آخر الزيارة الإمام الهادي يقول: اللهم إني لو بالأدب العربي يقولون امتناع في امتناع، يعني هذا ما رح يصير، بس فرض محال، لو كان فيهم آلهة إلا الله، القرآن يقولهم ماكو آلهة إلا الله، هاي امتناع في امتناع، أدب عربي ما علينا. الإمام الهادي يقول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم شفعائي. يا ربي أنا ما شفت أفضل من علي بن أبي طالب، والله أنا لا شايف علي لا شايف معاوية، بس إذا شفت واحد أفضل من علي لو أتبع ذاك. الإمام الهادي يقول: مو أنا، إذا شفت رجل أفضل وأحسن من رسول الله أتبع ذاك. إني لو وجدت شفعاء، عندكم أحسن من الحسين علموني، لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لجعلتهم شفعائي، فأسألك بحقهم الذي أوجبت عليك. إلهي نال، ما عندي أحسن من عندهم، من عندي أحسن من الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، من أحسن عندي من زين العابدين، الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا اللي أقول أصالة الروح
عند مسألة ينظر الماوراء البعيد. زين، الإمام زين العابدين راكب على جمل، وهذا الجمل هذا الحيوان الإمام راح وياه كم سفرة للحاج. عموما هذول اللي يركبون حيوان قديما شايفين سماكو، اللي يركب فرس أو بغل أو جمل أو كذا، يأخذ بيده في العودة صغيرة في الخيسرانة بعض الأوقات يضرب الجمل من خلف حتى هذا الحيوان يمشي شوي يسرع. هذول اللي يركبون الآن بالمسابقات يشوفون بيدهم في خيزرانة عصاية، الإمام بيده خيزرانة راكب على جمل، الجمل توانى بالمشي، الإمام عليه السلام رفع الخيزرانة يريد إلي وإليك يعلمنا. مو أن الإمام عليه السلام يخطئ، ما يخطئ معصوم، الإمام عليه السلام معلم، رسول الله معلم، يعلمهم الكتاب والحكم. الإمام رفع الخيزرانة راد يضرب بعير، قال آه لولا خوف القصاص. شنو معنى يا مؤمنين؟ أخاف، هذا الأخاف مهم، أخاف يوم القيامة هذا الحيوان يقول إلهي زين العابدين ظلمني ظلما، والله يقتص من عندي يأخذ حق الجمل من عندي. إذا الإمام يفكر بالجمل، وإحنا شلون بأي خلاف يطلع المسدس ماله، يطلع البوكس ماله، يضرب يشتم يسب. يا أخي فكر شوي، ترى هاي وراها مسؤولية. يا عمي أنا أقول رواية، ترى في رسول الله أحد لا يزعل من كلامي، قال رسول الله من مد يدا إلى مؤمن ليلطمه على خده بدد الله يوم القيامة في نار جهنم لحمه وعظمه ودمه. ما إلك حق تشيل إيدك رئيسا ضربت محمودي، ما إلك حق. أكثر بعض الناس يشيل إيده على زوجته وكلش هو بطل، يعني أبوي ما يقدر إلا على أمي، يضرب زوجته. هذا كلام رسول الله. أيما رجل رفع يده ولطم زوجته أمر الله يوم القيامة خازن النيران مالك النيران يضربه 70 لطمة على خده في نار جهنم. لك حق الرجال تضرب مرتك؟ هاي بنت الناس، أمانة بإيدك، ليش تخون الأمانة؟ اختطت غلطت أخطأ، شو أنت ما تخطأ، أنت يعني معصوم، أنت ما تخطأ، بني آدم خطأ بالطيبة باللسان الطيب. أكو ورانا مسؤولية يا جماعة يا أخواني. هذا أمير المؤمنين واحد من العلماء يقول علي عدل، ما يقول علي عادل، يجيب المصدر كله عدل، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. الإمام عليه السلام عند قضية، أكو مرأة اسمها سودة، سودة الهمدانية، سودة همداني هذولا قبيلة من اليمن من أصل العرب العاربة، تدرون العرب عندنا العرب العاربة المستعربة، العرب العاربة أولاد نعم قحطان، العرب المستعربة أولاد عدنان، مع تفصيل قارين بالتاريخ ما علينا. سودة الهمدانية من قبيلة همدان، هاي مرة ضعيفة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عين والي، هاي كانت بالبصرة، عين والي على البصرة، والي يعني محافظ بلغة اليوم. الوالي إجى إلى البصرة شوية خلاف القانون، ظلم الناس. سودة عنت الطريق من البصرة اجت الى عفوا انا اشتبهت، معاوية عليه لعائن الله، معاوية عليه لعائن الله عين والي على البصرة اسمه بوسر ابن أرطات، بوسر ابن أرطات رجال قاتل سفاك دم، خلاه على العراق، كان ينقسم الى قسم العراقين، يقولون العراق كان الكوفة والبصرة، فعين على البصرة. ظلم سودة مرة عجوزة، قامت تعنت الطريق من البصرة إلى الشام، دخلت على معاوية قالت لي يا أمير أنت معين علينا رجل ظالم بسر بن أرطات. قال من أنت؟ قالت سودة الهمدانية. قال سودة أنا أدور عليك باسمها أنت. سودة عندها موقف في حرب صفين، كانت تشجع الرجال المؤمنين ضد معاوية. قال تذكرين بحرب صفين كنت تشجعين الرجال علي، الآن جيت بإيدي ها بقفص الآن وقعتي علي بالنطع، النطع كان جلد
مدور يجيبوه لما يريدون يقطعوا راس واحد يخلوه بوسط هذا الجليد حتى دمه لا يفور من الاطراف، يعني لما دمه يترشح يترشح على النطع، علي بالنطع والجلاد والسيف. بطل يريد يقطع راس مره عجوزه، راس اجى الجلاد امرك سيدي والنطع سوده، قام تبكي مو من خوف القتل، بالبداهه عفيه مره بالبداهه قالت: صلى الاله على روح تضمنها جسم فاصبح فيه العدل مدفوع مقرونا، قد حالف الحق لا يبغي له بدلا فصار بالعدل والاحسان مقرونا او مدفونا. منو؟ معاوية سكت. قال: من؟ قال: ذاك علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عفية وطلة، عفية بطولة، معاوية يريد يقطع راسه لحب علي. قال: وكيف؟ قال: تسمع يا معاوية، أنت تريد تقطع راسي، بس هاي الكلمة التاريخ يسجل، أنا يوم من الأيام طلعت من البصرة جئت إلى الكوفة، الإمام علي عليه السلام كان في محراب الصلاة أقام، أراد يقول الله أكبر، قلت: يا أمير المؤمنين. الإمام نزل إيده ما قال الله أكبر، نظر إلي، قلت: يا أمير المؤمنين، الوالي اللي أنت باعثنا إياه هذا شوية دا يظلم العباد. الإمام عليه السلام أولا بكى خوفا من الله، هذا دوروا لي على فرد حاكم يخاف من الله، جيبوا لي فرد رئيس يخاف من الله، هذا إذا حصلناه العراق يصير ذهب، أرض العراق ذهب تمشون عليه. إن شاء الله يجي ذاك اليوم، إن شاء الله يجي صاحبنا، ما عندي أمل بأحد، عندي أمل أمل الشعوب، هو الإمام المهدي روحي له الفداء. على كل حال قال أمير المؤمنين بكى وقال: اللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم الناس، ثم دعا بقرطاس أو أخرج بقرطاس من كمه، هذا الكم الكمام كان شوية طويل مثل جيب، الإمام طلع ورقة وكتب: عزل الوالي لشكاية مرة عجوزة، أنا أخذت العزل وديت وعزلت الوالي، هذاك أمير المؤمنين وانت تقول أنا، فأين الحصى من نجوم السماء وأين معاوية من علي؟ أنا جاي أقول لك بسل بن أرطاط تقول لك اقطعوا راسها، استح معاوية من نفسه فعفى عنها مع تفصيل ما علينا. إخواني الذي يقول أخاف من الله، جابوا للأمير المؤمنين سلام الله عليه، وإحنا بعدنا في عزاء أمير المؤمنين، الإمام عليه السلام جابوا للحلوى المزعفرة، لسه الحمد لله كل البيوت أكو حلاوة مزعفرة، هذاك اليوم الزعفران كان قليل يحصل، والحلوى المزعفرة كانت شيء غالي على كل حال، فواحد جاب لأمير المؤمنين عليه السلام صحن بحلاوة، الإمام عليه السلام مد إصبعه شال إصبع هالشكل من الحلاوة، جابها يم خشمة اشتمها، قال: ما أطيب ريحك، خوش حلاوة ريح طيب، وما أجمل لونك لون الزعفران، ولكني لا أكل. قال: جيب الطاسة مالتك. الإمام هالشكل سواه، نظف إيده مرة ثانية بالحلاوة، قال: يا أمير المؤمنين أتحرمه؟ قال: لا، ولكني أخاف. هاي الكلمة الأخاف لا تنسى، أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا علي كنت تلتذ بالحلوى المزعفرة والناس كانوا محرومين. أخاف هذا القولية، والله إذا معلم، إذا عامل، عامل جايب لك عامل، إذا يخاف من الله خوش عامل، إذا أستاذ خوش أستاذ، إذا مدرس خوش مدرس، إذا أستاذ جامعة خوش أستاذ، إذا طبيب خوش طبيب، هذا اللي يخاف من الله الذي يرى الله أمامه. هذا إن شاء الله إذا الله أعطاني عمر بالليلة القادمة راح أكمل البحث حول المعية. المعية يعني شنو المعية؟ ها اقرأ في سورة الحديد: والله بما تعملون بصير، مو باصر، بصير زيادة يشوف. المعي الله وياك وهو معكم أينما كنتم، روح جو القاع الله وياك، روح فوق السماوات الله وياك. الله سبحانه وتعالى كل ليلة تقرون الحمد لله الذي بعد
قرب فشهد النجوى. الله قريب وبنفس الوقت الله سبحانه وتعالى بعيد، لأن مو جسم مو مادة، الله سبحانه وتعالى مهيمن على الكون. هذا الرب الذي معكم أينما كنتم. الإنسان الذي يخاف من الله لما يريد يوقع هذا التوقيع وراء مسؤولية كلمة، أنا ما أقول، القرآن يقول، الله يقول ما يلفظ لفظ أي أخرج من بين شفتيه قول إلا لديه رقيب. هسه البعض يقولون رقيب عتيد اسم اثنين ملائكة، بعض العلماء بالتفسير يقولون لا، عتيد صفة الرقيب يعني رقيب قوي يكتب. زين الآن جنابك تروح في سوبر ماركت، هاي كربلة مليانة، ادخل في سوبر ماركت تشوف حاطين شيء اسمها كاميرات، كاميرات. زين إذا واحد راح يريد يشيل تشكليته يخليها بجيبه، الكاميرا دا تشيل الصورة، لما يجي الكاشير يقول له فلوس الشكليه اللي بجيبك طلع، فين الكاميرا؟ صحيح لو لا؟ هذا الان بشر مسوي. الله يقول عندي كاميرات عليكم، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يفعلون ما يؤمرون يعلمون ما تفعلون. هذه آية ثانية، يعلمون ما تفعلون، كل شيء يعرف. وتدش وقت الكاشير لما تريد الروح تطلع تجي هاي الكاميرات أمامك، يلا حق الناس ولا يمكن الفرار من حكومتك. الله يرحم مرحوم حج جواد المؤذن، بعض وقات وقت السحر كان ما شاء الله يلعب بصوت ذيك الأبيات، هاي أبيات تنسب إلى الإمام المجتبى روحي له الفداء. قل للمقيم بغير دار إقامتي حان الرحيل فودع الأحباب. إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا. هذا إمام حجة الله يمشي لحظات آخر عمره يقول قل للمقيم بغير دار إقامة. هنا دار إقامة أنا وياك عايشين يا أخي، احنا كلنا عايشين بإيجار، منو مالك؟ هو الله. إيجار أيام مو نطلع يطلعونه، مو نطلع بالقوة يطلعون، ما أريد أدخل القبر، ابني يدخلني، صديقي يدخلني. لا إله إلا الله. شوي خلينا نفكر إخواني، هاي الليالي الأخيرة من رمضان، هالليلة بالذات صلوا صلاة هذه الليلة 8 ركعات، كل ركعتين التشهد والسلام، كل ركعة بعد الحمد اقرأ أي سورة اللي تحب، اقرأ قل هو الله، اقرأ إنا أنزلنا، 8 ركعات ثواب عظيم. الله سبحانه وتعالى يفتح لكم أبواب الجنة. أبواب الجنة شو وقت تنفتح؟ اقرأ سورة الزمر، خو أنتوا عرب الحمد لله أساتذتي أنتوا، اقرأ سورة الزمر. الله مكان يقول فتحت، مكان يقول وفتحت. حول أهل النار يقول حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هي الأبواب مسكرة. لمن يجيبون أهل النار يفتحونهم، شايفين السجين لمن يجيبون السجين الباب مسكوك، لمن يجيبوا للسجن يجون الشرطة يفتحون الباب، ادخل بالسجن. أما أنتم المؤمنين شلون؟ وسيق الذين اتقوا ربهم أنتوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قبل ما توصلون هي الأبواب مفتوحة، شو وقت تنفتح الليلة؟ هالليلة أنا ما أقول، أمير المؤمنين يقول صلوا 8 ركعات يفتحون لكم أبواب الجنة.
يلا ينتظروكم، ينتظروكم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. بعد ما يطلعوكم خالدين إلى أبد الأبد أنتم بالجنة. دقائق، ما أقول ثمان دقائق، أقل من ثمان دقائق، أربعة ركعتين، هلقت ثواب عظيم. إن الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا فهم في منازل البلوى هم وفي عساكر الموتى هم ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال. الإمام السجاد عليه السلام يقول تداركوا. تذكرون أيام الطفولة لما كنا ندخل المدرسة أكو طالب ناجح أكو طالب كان يقول الإكمال. إكمال يعني شنو؟ يعني هذا جايب درجة شوية أقل يطوه مجال، يقول له ثلاثة أشهر روح ادرس ممكن تحصل درجة 100%. تدارك. أكو واحد يطوه مجال قضى وقته بالقهاوي والدومنة والأفلام، أكو واحد يطوه مجال صدق ثلاثة أشهر تعب حصل على درجة عالية. الإمام زين العابدين يقول الآن أكو وقت بعدكم مميتين يا رجال يا نساء يا مؤمنين يا مؤمنات فتداركوا ما بقي من أعماركم. إيش قد باقي من عمري وعمرك ما أدري. هنا أنا أول سنة اللي قريت بهذا المسجد الله يرحمه كان واحد يخدم بالمسجد قدام عيني باكر إجوا قالوا سيدنا ما تطاق عمره خلص واحد ما طا من عمره بعد ساعة شي يصير. فتداركوا ما بقي من أعماركم بإيش؟ بصالح الأعمال. صالح الأعمال صلاة الليل، صالح الأعمال صلاة الليل، صالح الأعمال مساعدة الفقراء والمساكين إشباع بطونهم. شوية حاولوا إخواني شهر رمضان دي ينقضي ولو تفطر لك واحد، واحد قليل، عشرة، عشرة قليل، مية، حاولوا تطول للناس خيراتكم مبراتكم بركاتكم هذه إلها أثر. صدقات خصوصا الصدقات الجارية. انتهى حديثي. إذن إن شاء الله أكمل الحديث الليلة القادمة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الهداية التكوينية، الهداية التشريعية، هدى للمتقين مو لكل واحد، أهل التقوى يحصلون هاي الهداية. قناية التشريعية خلي أكمل حديثي شيء لطيف شلالي لمرضان أجيب لكم لطيف. شفت في مجلة تركية بس مترجمة للعربي يقول كان أكو في تركيا إجا عندهم رئيس الله يلعنه الله يلعنه اسمه مصطفى كمال أتاتورك. هذا كان يهودي ظالم غير القرآن من حروف عربية سواها حروف أجنبية، غير قانون الله ما يغير، رجال ظالم. منع الحجاب في تركيا، منع العمامة في تركيا، منع المدارس الدينية، عليه لعائن الله. شوفوا إخوانا هاي الدنيا ترى أكو واحد يموت أقول عليه لعائن الله، أكو واحد بيموت. شوف بكربلاء كان بالعراق كان عندنا وزير ألف رحمة على روحه اسمه دكتور أحمد أمين. هذا الرجل كان عالم، عالم وزير المعارف بالعراق بس عالم، أنا شايفه من قريب متشرف في خدمته، عنده كتاب التكامل في الإسلام سبع مجلدات. أوصل الشباب اقروا كتاب هذا العالم. وأكو وزير طلع قال الصدام لولاك ما طلع القمر لولاك ما سعد البشر، كذب لعين. هو صدام قتل إلى جهنم وبئس المصير، هم ما رحمه. شوف هذا وزير هذا وزير، ولكن أين الثرى من الثريا. مصطفى كمال أتاتورك عليه لعائن الله غير قانون الله. أيام مصطفى كمال أتاتورك تركيا بيها مساجد حلوة خصوصا في إسطنبول إذا راحين شايفين مساجد ضخمة كبيرة. صيف رجال قاعد على حافة الحوض ده يغسل وجهه يريد يتوضا بالمسجد، هذا مسجد اسمه مسجد على كنا احمد الفاتح هنا، هذا ده يتوضا. اجى واحد شاب مفتول العضلات قوي ومستهتر ايام اتاتورك يستهترون باهل الدين، شو هذا ده يتوضا، اجى دفع بالمي، هيك دفع دفعه ضربه على عباته ضربه هذا طاح بالمي.
فلوسه اوراق تبللت. طلع شاف هذا اقوى من عنده، قلت له ليش تضربني؟ ليش ضربتني؟ قال حبيت شفت علباتك مفتوحه، حبيت اضربك ضربه على علباتك. عمي شنو حبيت؟ قوتره؟ ماكو قانون؟ على كل اجوا الشرطه كذا ودوه للسجن، ودوه للمحكمه. القاضي شنو الموضوع؟ المظلوم قال عمي انا هذا لا اعرفه لا يعرفني، قاعد اتوضا، اجى دفعني بالحوض ضربني على علباتي. القاضي شال كتاب القانون، قانون اتاتورك مو قانون الله. شنو اللي يضرب واحد ظلما شنو جزائه؟ قال هناك القانون التركي يقول المظلوم لازم يوقف مقابل الظالم 3 مرات يقول له بغشلر بغشلر بغشلر، يعني عفوا العفو العفو. هذا مقلع الضارب المستهتر وقف قدامه قال له بغشلر 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 بغشلر، شنو عمي؟ فلوس مبللة، أوراق مبللة، مضروب ضربة على رقبتي، يقول لي بغشلر. القاضي قال هذا قانون أتاتورك ما نقدر نتخطاه، نزل راسه حتى يكتب القرار. هذا المضروب من حرقة قلبه شال إيده على علبات القاضي ضربه ضربة راسه ويا المية صار واحد. قال لي ليش تضربني؟ قال بغشلر بغشلر، إذا كم بغشلر؟ إذا القانون قانون أنت مضروبك أقول لك بغشلر. لما يطلع القانون قانون خلاف الله، هو القاضي يشوف مسخرة. القانون انطول الله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. هذا قانون الله، هذا قانون الله. شوفوا إخواني احنا عندنا قضايا في كربلاء نذكرها ونبتش ونلطم على راس لو لنا الحق قلبنا يتقطع. اما انا اذكر لكم قضية على السريع. سيدي ومولاي أبو الفضل العباس روحي له الفداء، هذا العظيم أبو الفضل العباس يوم عاشوراء، هذا عالم ألماني كاتب في كتابه، عند الكتابة الآن في كتابه كاتب مع تحقيق مع مصادر، يقول عمر بن سعد كان معين بعض الرجالات هذول كان عندهم بعض الفنون الحربية. لما برز العباس عمر بن سعد عند رجل هذا كان فنان بضرب المقلاع، فديله حشيت حول المقلاع، المقلاع جلد بخيط يخلون به صخرة محدبة يفر هاي الصخرة ياخذ نيشان على ناصية الطرف يضربه وفن يريد يعني حتى يصيب الهدف. فالعباس سلام الله عليه لما برز بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بن الضلالة ترخم لولا القضاء لمحل عدو بسيفي. حقيقة العباس صولاته وجولاته كعلي بن أبي طالب عليه السلام، العباس في لحظة كان ينظر إلى كل الأطراف. عائشة عفوا الهند لما طلبت من وحشي قالت أريد تجيب لي رأس علي بن أبي طالب، قال أما علي فلا سبيل إليه لأنه ينظر من كل طرف. قالت حمزة، قال إيه حمزة ممكن أقتله بس علي ما أقدر عليه. هذا عجيب كان صولات وجولات. في ثانية الإمام عليه السلام كان يتخطى يمين وشمال الجيش، العباس هكذا قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحتطب النفوس ويحطم. العباس سلام الله عليه بنظرة ثاقبة شاف عمر بن سعد عنده واحد صاحب فن المقلاع اسمه صفوان، هذا الألماني كاتب، شاف صفوان ده يفر الحجارة حتى يضرب جبهة العباس، فأسرع إليه العباس كالبرق. هذا مو هالشكل يفر، ضربه من كتفه قطع إيده قطع إيده، طبعا هو كان راكب على فرسه هذاك صفوان، قطع يده. الإنسان لمن يقطعون إيده توازنه يخرب. صفوان شار رمح، شار رمح وتقدم إلى العباس. هسه صفوان عنده إيد واحدة، العباس عنده إيدين، مو من شهامة العباس أن يضرب واحد ضعيف ولو عدوه. الله الله يتألق أبو الفضل، هذا شال الرمح حتى يضرب العباس. هذا الألماني كاتب ومتعجب يقول ضربه العباس على مو على إيده، ضربه على قائم الرمح، يعني كسر اليد مال الرمح، يدة الرمح ظلت بإيد صفوان، صفوان بإيد وحده، صفوان فقد توازنه، دم طاح على الأرض. فدوا روح لك أبو فاضل، هذول قاتلين 3 أخوتك، هذول قاتلين أولاد عمومتك،
هذول جايبين الأطفال الآن دي يصيحون العطش العطش، زين انتقم وقع الرجال وضربه ضربة قاضية. لا، عفى عنه العباس لأنه ضعيف فاقد إيد. يا جماعة العباس فقد إيدين مو إيد، واقف محتار، كان يريد يوصل الماء إلى الخيام، ضربوه بسهم من أصاب القربة وريق الماء على الأرض، ليس له ماء ليذهب إلى الخيام ولا له يدان ليدافع عن نفسه، وإذا بلعين وفي رواية كان حرملة، رماه بسهم مسموم في عينه اليمنى، سالت ذهبة عينه على خده، لم يبصر طريقه. يا ناس، إذا واحد الآن أصيب بعينه، هذا يحاول بإيده يطلع القذى من العين، العباس سهم بعينه يريد يطلع إيد ما عنده، ماذا يصنع؟ طأطأ برأسه المبارك بين ركبتيه ووضع السهم لكي يخرج السهم من عينه، سقطت خوذته من على رأسه، فلما صار حاسر الرأس جاءه لعين وقال له: يا عباس أين يداك؟ أيوا عباس، أخذ بالشماته ثم رفع عمودا من الحديد وضربه على أم رأسه، سقط العباس من على ظهر جواده على وجهه، نبت العين في عينه أكثر. هنا أحد كبار علمائنا يقول: أم البنين ربة العباس دائما ينادي الحسين سيدي مولاي، ما يقول له أخ، إلا يوم عاشوراء صاح: أخي أدرك أخاك. أباب الحوائج العباس، ليش صاح الحسين أخي؟ لأنه رأى الزهراء في عالم المكاشف فاتحة ذراعيها صاحت: ولدي عباس. هنا تجرأ لما قالت الزهراء: ولدي، صاح: أخي أبا عبد الله أدرك أخايا. يا خويا، هاي بعيات قديمة، وينهم أهل كربلة؟ خويا شنو العذر ابن رد الخيمة سكينة؟ اي وين مع الحسين؟ تناشدني ابو حسين جا عم البطيل، وين أقول مقطع جفوفه وصابه وبالسهام عينه، همت عمك العباس يا ياب العمد هاشمها. خويا ولو لفت زينب وقالت لي: يا خويا حسين لفيت من الحرب وحدك، شفي لي قمرها يا شموين. أقول مقطع جفوف أخوش مترب الخدين، والله عساني وياك موتي ولا أريد بموتك أعلمها. هسه نوح مع الحسين: عساني وياك موتي ولا يا 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 أريد بموتك يا أعلمها. أراد أن يقوم من على جسد أخيه العباس، سمع القوم يدبكون ويرقصون ويشمتون بالحسين، نظر يمين شمال: غريبة كربلاء، سيدي يا ليتنا كنا معك. وضع يده على خاصرته وقام من على نعش العباس: أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، هاي الكلمة تسر الخاطر، وشمت بي عدوي، خويا انكسر ظهري ولقدر اي صرت مركز يا خويا الكي اللي همو. إنا لله
وإنا إليه راجعون. باب الحوائج بالفضل، إلهي بباب الحوائج بالفضل. أمن يجيب المضطر ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم ارحمنا جميعا. أمن يجيب ساعة السحر، أمن يجيب المضطر. الآن لحظات استجابة الدعاء، منتصف الليل، مجلس أبي الفضل العباس، اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله. أنا مسألكم الدعاء، عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر أمير المؤمنين، اللهم لعن واخذل من خذل عليا أمير المؤمنين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف من أوصانا بالدعاء. إلهنا آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا جميعا رجالا نساء مع أصحاب الحسين، تقبل منا هذا القليل بكرمك. اللهم اقض حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله، تقبل منا هذا القليل بكرمك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، سيما من مضى من أهل هذا الجمع. الآن أذكر أمواتكم، ضيفوهم على مائدة الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.